الكونت جوزيه سفير النبل والأخلاق في ملاعب الرياضة العربية استطاع بإنجازاته أن يستعمر قلوب مشجعين نادي الأهلي، وبإنسانيته أن يكسب قلوب المصريين جميعا بمواقفه النبيلة وحبه الشديد لأرض النيل. البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه كانت له وقفات سياسية وإنسانية رائعة خلال فترة بقائه في مصر، للدرجة التي جعلت عددا من المصريين يدشنون حملة للمطالبة بمنحه الجنسية المصرية. أفضل المدربين الأجانب في تاريخ الكرة المصرية الذي يعيش في رغد وثراء تحرر من سكونه عندما رأى مستشفى سرطان الأطفال في مصر تنادي بالتبرعات، فلبى النداء وأصبح داعما للجنة التي تعمل لأجل الحد من آلام الأطفال. مانويل شهد أسوأ يوم في حياته عندما رأى الموت يذبح عشاقه في بورسعيد، عشاقه الذين يحبونه بجنون ويهتفون باسمه دائما ويدعمونه بكل حب. طارده الموت في ملعب المباراة ليختفي فجأة ويثير رعب الملايين من محبيه، قبل أن يظهر منكسرا شاحب العينين حزينا دامعا على فراق أحبابه من جمهور الأهلي. جوزيه حاول أن يساعد هؤلاء الضحايا والمصابين بشتى الطرق، فتبنى القضية ورفض الرحيل عن مصر، وقال عنها في الإعلام الأوروبي أنها بلاد الأمن والأمان رغم الأزمات التي تمر بها. الكونت جوزيه تبرع ب60,000 دولار من راتبه لصالح أسر الشهداء، وتابع القضية بكل شغف، وطلب أن يزور أهالي المنكوبين للعزاء، ورفض أن يعود الدوري قبل تقديم الجناة للمحاكمة، وقبل أن يعود العدل والحرية لجماهير عاشت تهتف باسم الأهلي وماتت عندما نادت بالحرية.